من حسن حظي أني حضرت الانتخابات في مرحلتها الأولى، الانتخابات الرئاسية المصرية، لكن كان جل اهتمامي منكب على مسألة الشباب في الثورة، لإيمان مطلق عندي بأن الثورة هي مسألة جديدة في بناء جديد لعالم جديد. ولا يمكن أن أتصور، ولا يجوز تصور أننا نعيد بناء مجتمع جديد، دولة جديدة، بلد جديد بأحجار قديمة. يعني هي منتشرة، وإحنا بنعرف في الآثار، يعني لا يمكن الإتيان بآثار جرش لبناء مدينة في عمان ولا بأي حال. مدينة عمان هي أحجار مقطوعة من مقطعها أو من مقلعها جديدة وطازجة. وهكذا بناء الأمم، يعني الأمم بالجيل الجديد يبنى. والآن أنا ذهني في الصين حقيقة، ما حدث في الصين خلال السنوات 20 أو 30 الماضية هو ثورة شباب حقيقة. وما بنى الصين الآن بهذه القوة العالمية التي وصلت إلى منافسة الأقمار الصناعية الأمريكية الروسية، والآن لهم محطتهم الفضائية التي تدور حول الأرض، وقبل أسبوعين أطلقوا مركبة فضائية أخرى لتلتحق بالمركبة الأم، وهكذا على طريقة التي سبقت في المشاركة الأوروبية الروسية الأمريكية. لكن هذه فرصة لكي نعود إلى شباب الذين عاشوا التجربة الأوروبية، نقول هذا، في علم جديد، تساؤلات جديدة، لأنه تساؤلات الشباب الذين التقيت بهم في ميادين الحرية في العالم العربي الواسع، سواء في مصر أو في بيروت، في القاهرة، في تونس، في ليبيا، في كلها ربما أسئلة مولدة من داخل البلد ودون وجود مقارن. قصدت في المقارن الكومباراتيف، يعني أن يكون أمامك وضع آخر مغاير لكل فكرك التاريخي التقليدي. لنقول نحن شباب عرب مسلمون، لنا هذه التركيبة الفكرية، ثم فجأة وإذا أنت أمام بريطاني له عادات وتقاليد وأخلاق وقوانين ودستور وثقافة مغايرة. فالعملية فيها ما هو إيجابي، ربما فيها ما هو سلبي، مع أني أنا شخصيا كليبرالي لا أرى في السلبية ما يخيفني على الإطلاق. يعني ما دام لديك العقل لتدبير ما هو خير وما هو شر، فأمامك الفرصة للاختيار. لكن حبيت بس لنقدم للذين يشاهدون ما تعريف، فحبيت أبدأ في أخي هشام غنيم. نعم. نوع دراستك وأين أنت في العلم؟ الآن أدرس ماجستير تخصص اسمه ergonomics أو human factors. ergonomics. أيوة. نعم. هو تخصص بدرس إنه how to fit humans to machines. يعني بيئة العمل نفسها. أنا اعتقدت إنه اقتصاد. ergonomics. organ. يعني. ERGO. نعم. فأنت كيف بيئة العمل نفسها؟ الإنسان مش موجود لحاله، أكيد في آلات، في كمبيوتر، في آلات بستخدمها. فأنت كيف تصمم بيئة العمل نفسها؟ كيف تصمم الآلات هاي على أساس إنه تناسب استخدام الإنسان؟ وانه الانسان يكون ما يتضرر يعمل معها، كيف يكون جوده ويكون راحه وهو بيستخدم، فهو بيزيد الافيشنت والسيفتي. فهذا يعني عن تخصصي. بس هذا يعني لو بدك تكون مهندس في الاساس، يعني انا في الاساس شهادتي الاولى هندسه ميكانيك. لكن اللي بدرسوا معي الان في الماجستير من تخصصات متعدده، في ضمنهم في منهم درسوا علم نفس، في منهم درسوا فيزيكال ثيرابي. فهو تخصص بلم اكثر، بلم علم النفس، بلم الفيزيولوجي. ما مش شرط انه يعني تكون مهندس. لا مو شرط. مو شرط، لكن يعتبر افضل. يعني اكيد بعطيك زي بقول لك شيء بميزك عن الاخرين، انك عندك خلفيه في الهندسه، فبيساعدك، بيعطيك ميزه. لانه هو ايضا مجال واسع، تطبيقاته مختلفه. طب يدرج ضمن العلوم الانسانيه ولا؟ نعم ممكن. ولا العلوم التطبيقيه ولا وين تصنيفه يعني؟ لا هو يعني هل هو مثل الفلسفه، علم الاجتماع؟ لا هو علوم تطبيقيه. نعم. علوم. نعم. باسل، بس نعرف تخصصك ايضا. أنا درست، هذا عامل مشترك بيني وبين هشام، أنا درست هندسة ميكانيك كمان في البكالوريوس، بس في آخر سنة قررت أنه ما بدي هندسة ميكانيك، بدي أكمل إشي ثاني، لأني ما كنت كتير مقتنع أنه أنا رح أكون مهندس ناجح، فغيرت للإعلام، والحين على وشك أني أخلص ماجستير في الإعلام والاتصال. طب ليش الانقلاب؟ والله هو الانقلاب جاي داخلي، يعني أنا من جواي، ما يعني إحنا
لا يخفى عليك هذا الموضوع للأسف في العالم العربي ما بنعرف ما بندرس شو لازم ندرس في الجامعة. جميل جميل. فأنا كنت شاطر في الفيزياء والرياضيات في في المدرسة فشاطر فيزياء ورياضيات والله وجيب درجات كويسة يلا هندسة. فهذا المبدأ البسيط اللي يعني اللي بنحسب فيه شو ممكن ندرس. وبندخل بناء عليه. فبس بعد هيك بعد ما بدأت يعني بالقراءة وبالاهتمام وكذا وبديت أرسم خطة لحياتي أنا شو بدي أكون شو بدي أعمل قلت لا مش باسل مش رح يكون مهندس مبدع كتير ممكن يكون إعلامي أكثر ما هو مهندس. وعندك هذا الإحساس؟ عندي هذا الإحساس أكيد. حتى يعني الحين أنا بديت نوعا ما في شوي أشتغل في شوية شغلات وفي الدراسة لاحظت فرق كتير كبير بين باسل اللي في دراسة الإعلام وباسل اللي في دراسة بس الهندس. أنا معجبني قضية الفصل بينك وبين باسل يعني وكأنك بتتحدث عن شخص في والله مش, مش مش أول مرة أسمع هذا التعليق. صحيح مرات أنا بحكي هيك لأنه أنا عندي يعني أنا كاتب خطتي وكاتب كذا فمرات أنا بتعامل مع حالي إنه باسل وراسم لباسل المستقبل فبتعامل مع باسل اللي أنا بدي أصنعه. يعني بتعتبر هذا هيمن عقلية على باسل يعني أنك أنت تحكم بالعقل ماذا عليك أن تفعل. بتمنى هيك إنه أنا أقدر أتعامل مع حالي وأسيطر على حالي دائما. بس أنا المعجبني في الدراستين يعني أنت مهندس وأنت في إرغونومكس في أن لكم علاقة بالقراءة بالكتاب العربي مع أن أنتم في بريطانيا. بعرفش قبل ما نحكي عن الكتب العربي لأني شايف أمامكم كتب بس علاقتكم بالكتاب الإنجليزي خارج إطار المنهج كيف؟ نعم طبعا عندي اهتمامات أيضا في الكتب سواء العربية أو الإنجليزية لأنه العلم حتى موجود بغزارة أكثر في اللغة الإنجليزية أكثر من أكثر من اللغة العربية. فعندي أيضا اطلاع على بعض الكتب الإنجليزية في مختلف المجالات لكن في المجالات اللي أنا طبعا عندي اهتمام فيها خارج المنهج. زي إيش مثلا؟ في مجال السلف هيلب والسلف ديفلوبمنت مجالات التخطيط والإدارة برضو موجودين كثير في الإنجليزية. لو بتحب أعرض الكتب ولا لا أحب أسمع منك شو قراءتك بالإنجليزي مش العربي يعني أكثر شو بشدك في الإنجليزي خارج المنهج؟ طبعا يعني التاريخ فلسفة علم النفس تربية الرواية الشعر المسرح في الإنجليزي يعني أنا اهتمامي لأنه هو هذا اهتمامي فوجدته في اللغة الإنجليزية أكثر اللي هو كتب السلف هيلب سلف ديفلوبمنت كتب اللي بتشمل مثلا كيف تكسب الأصدقاء مثلا اللي هو كتاب ستيفن كوفي اللي هو العادات السبعة للعباقرة الكبار الأشخاص أكثر نجاحاً فعالية والأكثر نجاحاً. فهذول الكتب في الأساس هي أصلاً مترجمة من إنجليزي ولكن يوجد خيارات أكثر في اللغة الإنجليزية في نفس المجال هذا. طب دراستك الثانوية وين كانت؟ أنا لأنك أعجبك بهذه الكتب له علاقة بالبلد الذي كنت فيه وهذا البلد الذي كنت فيه definitely قطعاً لا علاقة له بالثقافة فكيف الرهان؟ صحيح أنا نعم دراستي الثانوية ودراستي حتى البكالوريوس كانت في دول عربية لكن دراستي البكالوريوس كانت في الجامعة الأمريكية في الشارقة. صحيح هي جامعة أمريكية لكن ما زالت في دولة عربية. تعرف ليش أنا قلت هذا الكلام؟ لأن هذا النمط من الكتب وهو ليس طبعا يعني لا تقييم لقدراتك الثقافية لأنه نعرف بعدين وين أنت ذاهب شايف العنوان الفخم اللي قدامي واللي هو دليل على توجهات جديدة بس انه في نوع ما من الثقافة انتشر في العالم العربي لمنع الشباب من الذهاب الى السياسي والى الاجتماعي والى الاقتصادي والى النظريات واللي هو اكيد انتم اكتشفتوها مثلا في نظريات الاعلام وقد يؤيدني في ذلك اخي باسل انه مثلا ميشيل فوكو او دريدا هي اشياء يفهمها الطالب ربما من الثانوية العامة وهي طلاسم بالنسبة للشاب العربي في هذا السن الآن. يعني لو سأل طالب في التوجيه من هو دريدا هو لا يعرف، من هو ميشيل فوكو هو لا يعرف، من ماذا تعني في البوست كولونيال ما بعد الكولونيالية هو لا يعرف. وأنا متأكد أنه باسل لما مر على هذه هو مر على علم جديد بينما طلاب البي اي انت أخذتها في الماجستير. قطعا أخذتها في الماجستير، أنا درست طلاب الإعلام نظريات الكريتيكال ثيوري فعارف تماما أنه هذه هي جزء من يعني بتكلم عن مادة علم إلك. بس تتفاجأ انه هذه مثلا طلاب البي اي ماخذينها يعني انه هذه مرت عليه في البي اي وانا نفسي تفاجأت من انه طلاب الثانوية العامة او التوجيهية يعني بما يعادل عن الثانوية العامة او التوجيهي او بكالوريا في لبنان وسوريا
مر عليهم مثل هذا التخصص، وخصوصا أنه فيه في الثانوية العامة توجه أولي نحو ماذا ستدرس في المستقبل، اللي هي الغلطة اللي أنت وقعت فيها. صحيح. أنه في الثانوية العامة أنت تبدأ في اختيار أن أنا سأدرس طب، إذا لازم يكون عندي أدرس أحياء أو أدرس الرياضيات والأحياء وربما الكيمياء أعتقد. صحيح. وإذا كنت بدك تدرس مثلا فيلوسوفي لازم تدرس يكون عندك تاريخ وعندك كذا يعني، ففي متطلبات تبدأ من الثانوية العامة تضعك على عتبة الجامعة، زيادة على أن التعليم الجامعي هو ليس تعليم فود سبونينج يعني أو سبون فيدينج، اللي هو يعني بالملعقة تلقيم للطالب بمقدار ما هو محبة للطالب في هذا الحق شو يختار التعليم بالضبط، وبالتالي بيروح عليه برغبة مش خوفا من أبوه ولا طمعا في أنه الأهل حابين أنه ابنهم يكون مهندس أو طبيب أو إلى آخره. فبحس الأستاذ أنه في تجاوب بينه وبين الطالب، تجاوب مطلق، أنه إذا عنده 20 أو 30 طالب في الدرس، 30 طالب تماما involved، تماما مستغرقين في تلقي العلم وفي التجاوب معه في نقاش الأستاذ أو في نقاش الكاتب والعالم. فهذه الظاهرة تقريبا مفقودة. فعودة إلى الهندسة الميكانيكية للكتب، كيف انتقلت؟ والله هو هي رحلة أنه بداية أنه ما أكونش يعني أنا دائما بحكيها ما يعني ما يكونش الواحد إنسان فاضي عايش طول حياته فيضيع وقته بس. فأنا قررت أنقل برضو إنه لا بديش أكون زي هيك، بس بدي كمان شوي أعبي وقتي بشغلات أهم. فبدأت الرحلة بالقراءة، بدأت أقرأ كتيبات بالبداية، بعدين بدأت لكتب، بعدين بدأت أتطور شوي لشغلات أصعب لشغلات أقوى. فمشيت بالبداية في طريق ماذا أقرأ، يعني مجموعة كتب كذا اللي هي تناسب أكثر الشاب، يعني هيك مقترحات من مثقفين إنه تناسب الشباب اللي من سن كذا لسن كذا اللي بدرس هذا التخصص. بس بعد هيك خلص أنا صرت أختار كتبي، يعني صرت أدخل المكتب أشوف هاد بدي إياه، هاد بحبه، هاد ما بدي إياه كذا إلى آخره. فهيك بدأت، وبعد هيك خلص صار جزء من الإشي اليومي اللي الواحد بسويه. يعني الحين مثلا الواحد رايح راجع على الدوام، الكتاب في إيدي قاعد بقرأ في القطار. يعني مثلك مثل العدوى الإنجليزية. والله يا ريت، والله إنه الواحد بندهش فيهم صراحة. يعني بكون الواحد قاعد في القطار وبشوف اللي حواليه كله كتابه، واللي حتى يعني لما يكون القطار زحمة مرات وفي ناس كتير وكذا بتلاقيهم واقفين وإيد ماسك عشان ما يقعش إيد على الكتاب. الواحد بصير لا بدي أقرأ، لا بدي يعني بحس فعلا أنه الثقافة نفسها موجودة، الروح نفسها موجودة. واللي بيقرأوا مرات يعني حتى هنا في بريطانيا بنشوف ناس بأشكال فعلا غريبة، إحنا مش متعودين على هاي الأشكال، برضو بتشوف ناس من هاي الأشكال اللي إحنا ممكن نعتبرهم يعني إشي غريب جدا أو إشي غير عن المألوف، برضو بتلاقيهم بيقرأوا. فثقافة القراءة موجودة عند الجميع. بس لاحظت شيء ثاني يا أخي باسل، أن القراءة العامة حتى في القطارات حتى في الجرائد وصفحاتها الثقافية وصفحاتها الاجتماعية لها علاقة مباشرة بالمحسوس اليومي. يعني أنت بتقرأ وبتشوف، مش بس يعني صحيح. تقرأ عن قصة وتكتشف أنه هي موجودة كفيلم أو مسرحية وأنه الناس تتداولها وأنه هذه قضية مطروحة، ترجع على البيت تفتح التلفزيون وإذا القضية مطروحة على صحيح. للنقاش في التلفزيون، أنه في حيوية في صحيح. هي أنك أنت كمثقف أو كمتابع ثقافي بلاش أقول مثقف خوفا من نحدده في إطار كمتابع يعني أنك أنت على صلة بالواقع اليومي، أنه هذه الحياة حياتك وأنه هذه الثقافة ثقافتك ووعيك صحيح. ووعيك بزمانك ومكانك صحيح. وأهميتك أنت كإنسان له دور. صحيح دكتور، الثقافة ما بتيجي بس انه واحد يمسك كتاب كتابين ويقرأ، او انه حتى يعني احنا لما بدنا نحكي ننقل الثقافة للوطن العربي او نسوي الشعب العربي شعب مثقف على امل، مش والله بس انه الشعب العربي يرجع يقرأ. فعلا هون لمسنا انه يعني الشعب عايش زي ما انت حكيت في جو مليء بالثقافة. ففعلا الكتاب اللي بيقرأه بتلاقي فيه مسرحيات، يعني الدعايات اللي موجودة في القطارات مليانة دعايات مسرحيات، ومسرحيات في منها الثقافية وفي منها الترفيهية وفي منها الكذا وفي طب المسرحيات جانب رئيسي كمان من نشر الثقافة. حتى الأفلام نفسها مش كل الأفلام، وبنلاقي جمهور كبير للأفلام خصوصا حتى الأفلام الوثائقية، ويمكن اليوم نتكلم عن الأفلام برضو مش وسيلة ترفيه فقط. أفلام برضو وسيلة لكسب الثقافة، فهو يعني الثقافة ممارسة. معركة يعني آخر أكيد. فيلم فاز بجائزة كان قبل أسبوعين أو ثلاث أسابيع هو فيلم طلياني،
وكان موضوع الأساسي مدام بهمك الإعلام هو عن شخص يذهب لحضور للمشاركة في برنامج عن الذي يسمى اللايف شو الذي يشبه بيج براذر لا أدري ما يسمونه، لكن هذا الإنسان تدريجيا وهو ذاهب إلى الاستوديو كيف تم انتخابه وترشيحه وهو يعتقد أنه الآن سيزدهر ويصبح شخصية تاريخية، إلى أن يكتشف فساد كل السيستم، كل الجهاز من التلفزيون الشكلي، كيف يصنع، كيف يصنع البرنامج، لماذا يصنع كل هذا بتسلل لذيذ حول شخصية ذهب وهو صاحب مطعم عادي في شارع عادي في مدينة عادية اسمها ميلانو، وإذا به هو ليس نجما ولا بطلا، وإذا به هو موضوع إعلانات تجارية في النهاية وموضوع رقم مثل باقي الأرقام، وإذا هو، لكن كل هذا اللي أنا رويته هو نقد لشخصية سياسية ولمنهج سياسي واحد في إيطاليا وهو برلسكوني. فأنت تتصور أنه هذا الفيلم أنت تشاهد برلسكوني، ما عدتش أنت تحكي عن مسلسل سخيف أو فيلم هزلي مضحك من اللي شفناه في مرحلة ما قبل الثورة، وأرجو أن لا يعاد مرحلة ما قبل الثورة في مصر يعني. فهذا أيضا معنى آخر لمعنى الأفلام. صحيح. لكن عودة إلى هشام في الكتاب العربي، كيف عدت إليه يعني الكتاب العربي طبعا بالذات الرواية إلها طعم وإلها إلها متعة خاصة بالعربي غير في الرواية الإنجليزية، يعني إلها طعم خاص وإلها نكهة خاصة. فأنا بدأت يعني ما زلت يعني أنا كنت مستمر في قراءة الروايات، وأحد الروايات لو بتحب أتكلم عنها هي رواية قناديل ملك الجليل للكاتب أشوفها. نعم. إبراهيم نصر الله. تطلع على الشاشة. نعم. إبراهيم نصر الله. إبراهيم نصر الله طبعاً الشاعر والكاتب. نعم. والروائي. معروف هو كاتب وشاعر ورواية معروف. وبدأ في مشروع ومشروع الملهى الفلسطينية، مجموعة روايات تتكلم عن فلسطين. كل رواية لها منفصلة عن الأخرى، ما لهاش علاقة في الثانية، وهي الـ يعني المميز في رواياته إنها مش خيالية، هي مبنية على حقائق ووقائع، فهي بنفس الوقت أنت بتستمتع في قراءة، في متعة وتشويق في قراءة القصة، لكن بنفس الوقت تأخذ معلومة، تأخذ تاريخ، وهذا يعني كيف يعني بتدمج شغلتين، يعني تتعلم وتندمج حتى وانت مستمتع في نفس الوقت. نعم. طب قرأت لما قبل ذلك قبل نعم. نعم. قرأت زمن الخيول البيضاء. نعم. اللي هي في زمن الحكم التركي، الحكم العثماني. نعم. حتى 48. نعم. وايضا قرأت يعني يؤرخ في زمن الخيول البيضاء، هي الجائزة اللي رشحت لجائزة البوكر العربي. هي يؤرخ لهذه الفترة، ونفس الوقت في قصة جدا ممتعة ويوصف لك الزمن، الناس كيف عايشين، شو قيمهم وأخلاقهم، العادات الفلسطينية في ذلك الوقت، يعني العادات والتقاليد جدا رائعة. وأيضا قرأت له رواية أخرى هي أعراس آمنة، هون يؤرخ لمرحلة حديثة شوي في الثمانينات، وهون في أعراس آمنة يوصف معاناة المرأة الفلسطينية اللي فقدت زوجها وأهلها في اللي استشهدوا واللي اعتقلوا. فهو يوصف معاناتها، مع أني قد لا أتفق معه يعني إبراهيم نصر الله في كل رواياته، في عنده بعض الروايات يعني أسلوب قد لا أتفق معه في الأسلوب أو في بعض الأفكار، لكن بشكل عام هو فنان وأديب يعني، ورواياته من أجمل ما قرأت. أنا حابب أن يعني بس نستفيض في قناديل ملك الجليل حيث أنها هي الرواية الأخيرة له. نعم. لكن حبيت أسأل إذا كنت قرأت له شعر لإبراهيم، لأن إبراهيم شاعر كبير. صحيح صحيح صحيح. للأسف لا ما قرأت له شعر، أنا مش يعني مش كتير حتى أتابع يعني لقراءاته خصوصا في الشعر. لكن في رواية قناديل ملك الجليل هو يؤرخ لمرحلة حتى ما قبل، حتى في نهاية القرن السادس عشر بعد القرن السابع عشر، وهون يتابع في منطقة فلسطين، في هاي المنطقة قصة البطل هو الظاهر عمر، هو بطل القصة. وهو حسب ما ورد في القصة، حسب يعني
المؤلف هو أول شخصية بدأت ثارت على الحكم العثماني وبدأت بإنشاء كيان سياسي وطني في تلك المنطقة. نعم، ولا تنسى أن ظاهر العمر ظاهرة حقيقية في بداية تشكل النهضة الجديدة في الولايات العثمانية. يعني ظاهر العمر ثم عقبه أحمد باشا الجزار المعني الشهابي، محمد علي في مصر بعد ذلك، كل هذه كانت مظاهر من إعادة بناء الدولة العصرية والخروج من إلى حد ما من آلية استنزاف الفائض التي تولتها الدولة المركزية العثمانية التي كانت مهتمة باستنزاف الفائض. هذه قدرة عظيمة للأستاذ إبراهيم نصر الله. طبعا أنا إبراهيم ربما أزيد عنك في أننا قرأت كل ما كتب إضافة إلى الشعر طبعا، وهذه الرواية أيضا هي ملك، هي تتويج لرواياته. يعني الآن أستطيع أن أقول أن إبراهيم نصر الله وهو أستاذ في الرواية امتلك حقق بالمطلق هويته ككاتب. لكن يبقى السؤال، وأن طبعا هي رواية جديدة، هذا ما يشدني، هو كيف أنتما كشباب عربي في لندن يدرس علوم بريطانية بلغة إنجليزية، ما الذي يشدكما إلى الأدب والثقافة للإجابة على، هل يكون هناك سؤال عن الثورات العربية؟ يعني هل أنت مربوط بالثقافة ثقافيا بسؤال الشباب العربي في الميادين مثلا؟ أكيد أكيد دكتور، هو الواقع الحين أنا بشوفه بفرض علينا أنه إحنا نثقف. نعم. بفرض علينا أنه إحنا يعني نهتم فعلا ناخذ الموضوع بجدية كبيرة حول مستقبل الأمة، لأنه إحنا قاعدين بنشوف ثورات وأحداث عظيمة كبيرة بقوموا فيها شباب. طيب بعد هاي الثورات، الحين الثورة راح تنتهي أو يعني راح توصل لمرحلة ما بعد الثورة، مرحلة البناء. مرحلة البناء بكل تأكيد بدها ثقافة واسعة، وبدها سعة الطلاع. نعم. وبدها أنه الواحد عشان يعرف يبني الدولة بده الواحد يقرأ في كل شيء. نعم. ويحاول فعلا يتثقف في كل المواضيع. فأنا مثلا لما أفوت مكتبة بدي أشتري كتاب وكذا، ولاحظت خصوصا فعلا بعد الثورات اني بديت اميل جدا للكتب السياسيه. واللي خلاني اميل اكثر للكتب السياسيه هي الاسئله اللي بدات تطرح خلال الثوره. حتى في كتاب جميل اسئله الثوره، هو من وجهه نظر دينيه، لكن في كتب كثيره كمان، كان اسئله الثوره دكتور سلمان العوده، لكن في غيره كثير كتب حتى المكتوبه قديما والمكتوبه بعد الثورات. لكن لقيت انه فعلا لازم نقرا في السياسه، لازم نفهم حتى في السياسه بعلاقه الديمقراطيه، هاي المصطلحات اللي لازم فعلا نشتغل يعني على حالها في مصادرها الاوروبيه تقريبا اساسا. في الاثنين. لأنه المصدر الأوروبي بعطينا إشي والمصدر العربي بعطينا إشي ثاني. والمصدر الديني بعطينا إشي ثالث، أو يعني الكاتب لو كانت خلفيته دينية بعطينا إشي ثالث. فلما الواحد يقرأ مثلا الكتب الموروث القديم لسيد قطب أو غيره، يعني حتى اللي كتبوا مؤخرا عن الوقت المعاصر دكتور يوسف القرضاوي أو غيرهم، بكتبوا غير عن مثلا كتابات عزمي بشارة، غير عن لما أنا أقرأ والله حتى في كتاباتي حتى في الجامعة لما نقرأ عن الماركسية وعن الشيوعية وعن كذب، فوجهات نظر مختلفة. هو هذا اللي احنا محتاجين نطلع عليه دائما، لأنه في بناء الدولة اللي احنا بنطمح نبنيها راح تكون بتحوي كل هاي الفئات، فما بنقدر نستثني فئة معينة. نعم. إبراهيم نصر الله، دائما أعود لإبراهيم نصر الله، هو في رواية في جميع رواياته فعلا نادر أنك تلاقي مجمع بين المتعة والفائدة بنفس الوقت، فوجدتها في إبراهيم نصر الله، كما وجدت برضه في ما قبل في غيره من الكتب، نفس الدكتور أحمد خالد توفيق. نعم. عندما كتب رواية سميت يوتوبيا. نعم. وهي كتبها قبل الثورة المصرية، وفيها تنبأ، هي صدرت أتوقع 2008، وفي الرواية هي تنبأ حدوث الثورة قبل وقوعها، فهي من أجمل، يعني أيضا من أجمل ما كتب دكتور أحمد خالد توفيق. يعني أنت تذكرها، أنت قرأتها بعد الثورة ولا قبل؟ قرأتها 2011. كانت الثورة العربية. نعم. تقريبا على الأبواب. نعم. طب بس سؤال نفس اللي طرحته من الأول، هو حين تقرر الكتاب هل هو للرد على أسئلة طرحتها الثورة كشاب، أم تختار خط عشواء كيف ما صادف؟
لا هي مش بالأكيد بالتأكيد مش عشوائي. هي يعني تذهب إلى المكتب وأنت حامل سؤال في ذهنك؟ هي أنا أذهب إلى المكتبة وأبحث الأشياء اللي شو ممكن يضيف لرسالة حياتي وخطة حياتي، إنه كيف ممكن أنا العلم اللي بقرأه، المعلومات، الفكر اللي ببنيه لنفسي، كيف ممكن أطبقه في حياتي، وكيف ممكن أدعم النهضة، وكيف ممكن بالأخير يعني أنا دائما لما أكتسب معلومة جديدة وأستوعبها وأفهمها لازم كيف أنطلها للآخرين. نعم. كيف ممكن أطبقها في واقعي وأخلي الآخرين برضو يستفيدوا منها. في المعلومة إذا ظلت لحالها يعني لحالها ما لها قيمة، إذا نزلت على أرض الواقع واستفاد انتحنت. نعم. بس في أسئلة بتكون في ذهنك؟ هذا هو السؤال، يعني الثورة العربية في ذهنك؟ أكيد. الذي يجري في القاهرة في ذهنك؟ نعم. الدولة في المستقبل كما طرحها باسل مثلا؟ نعم تفكر مثلا في مسألة الدولة، البرلمان، الديمقراطية، العلمانية، الإسلامية، الدينية، الدولة المدنية، يعني هل هذه الأشياء موجودة في الذهن؟ الخطة الزراعية، الخطة الاقتصادية، خطة التنمية، المطلوب الاقتصاد الذي سيأتي به الثورة، يعني هل هي موجودة في الذهن؟ نعم أكيد موجودة في الذهن. في الأخير أنا العلم والثقافة الذي أبنيه أو الذي يبنيه كل أبناء إن شاء الله جيلنا هو بالأخير عشان نوصل، عشان ننهض في إن شاء الله ننهض في الأمة، في الوطن. الحدوث للوصول للنهضة هاي لازم أعرف أنا وين دوري، وين دوري في منظومة النهضة، كيف ممكن أثر، كيف ممكن أغير. والقراءات هاي كلها تصب في هذا المجال، لأنه أنا قراءاتي في الأخير تصب في هذا، إنه أنا أبني نفسي في مجالي لأوصل لتحقيق النهضة. باسل متحفز عن كتب أنا بدي أصبكه، لأنه هو ذكر عن الدولة، أنا بدي أقول عن كتاب حقيقة من الكتب المهمة جدا للقراءة في مرحلة الثورة. ربما يكون الكتاب متخصص، يعني أعلى من كثير من مستويات الطلبة الثانويين مثلا ربما، لكن طلبة الجامعة من المفروض أنه بسهولة يقرأ هذا الكتاب. الكتاب هو تضخيم الدولة العربية، السياسة والمجتمع في الشرق الأوسط، وهو للدكتور نزيه الأيوبي. الدكتور نزيه الأيوبي واحد من أهم الباحثين العرب الذين اشتغلوا في الجامعات البريطانية، توفاه الله في قبل 12 سنة من الآن في عز الشباب، توفي في مكتبه في الجامعة، في جامعة إكزتر، بسخطة قلبية. الكتاب تضخيم الدولة العربية، الاسم غريب، سببه هو أنه بحث في هذا التكون البيروقراطي للدولة العربية، أنه فجأة بعد الثورات خصوصا 52 في مصر وفي سوريا ثم في الدول العربية تتاليا وحتى الدول الملكية التي لم تجري فيها ثورات، أصبحت الدولة هي المشغل الرئيسي سواء تحت شعار اشتراكية أم تحت شعار الملكية والرأسمالية، الدولة هي المشغل الأساسي، ومدام هي المشغل والمستثمر تضخمت في قطاعاتها البيروقراطية، وبالتالي أصبحت الدولة متضخمة. لكن البحث جميل في أنه يهديك الآن إلى هذا التصنيف لدول العالم العربي، وخصوصا أنه على مستوى البحث الميداني يتناول 9 دول عربية، 9 دول عربية كبحث ميداني، منها اليمن، منها مصر، منها ليبيا وتونس والجزائر، ومنها سوريا والأردن. فهذه النماذج الدراسية يعني موجودة بالإحصاءات والقراءة الدستورية السياسية، التحولات الاجتماعية والاقتصادية، كل هذا مهم جدا طبعا. وباقي الدول العربية سأقول أنها لماما يعني، لكنها لا تفقد أهميتها، ومهم جدا لأنه سؤال الدولة بالتحديد كما قلته أنت، بس سؤال الدولة هو سؤال أساسي الآن، كيف نبني الدولة العربية العصرية؟ ما هي الدولة أصلا؟ وهذه الدولة هي دولة جديدة. أنا في تقديري أن الدولة العربية الجديدة أنشأها الاستعمار، وهي تشبه يعني بلغة ما، بتمثيل ما، تشبه ما يسمى الجير الذي يغير سرعة السيارة. فحقيقة كان هناك جهاز اسمه المجتمع، وهذا المجتمع يسير على 4 عجلات، ثم جاءت الدولة وكأنها الجير الذي وضعه الاستعمار في مفاصل هذه الحركة، فأنت تقرر سرعة الحركة بالأول والثاني والثالث والرابع مثلا، أو حتى الرجوع إلى الوراء، الريفيرس يعني. صحيح. من يملك هذا القرار هو الدولة العصرية التي أسسها الاستعمار. فنظرة إلى بنية الدولة بهذا المعنى
تبقى هي التناقض بين الثورة التي ينادي بها الشباب وبين واقع المجتمع، لأن الذي يملك الدولة، يعني الذي يملك القرار بأنه يحط أول أو ثاني أو ثالث أو رابع لحركة السيارة هو ليس الشعب، صحيح. ليس إلا قائد السيارة الذي لا تعرف أنت من أين أتى ومن الذي أتى به ولماذا يتصرف بهذا الشكل وكيف يقرر مستوى السيارة. طبعا مفهوم الدولة الجديدة التي ننادي بها كشباب الجداد في الثورة هو مفهوم مختلف تماما، هو مفهوم عقد اجتماعي فيه تطابق بين الجمهور، بين الشعب يعني، وبين الدولة باعتبارها مدير لهذا العقد الاجتماعي، إن شئت أن تسميها البيعة بالصيغة الإسلامية التي نعرفها في المجتمع فلتكن البيعة، لكن البيعة هي أساسا هي عقد رضائي، عقد رضائي بالضبط، هي عقد رضائي، هي عقد اجتماعي أكيد، عقد اجتماعي يعني سميها ما شئت، هي في النهاية الجوهر، في جوهرها لا فرق بين البيعة بهذا المعنى، صحيح. ولا 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 بمعنى العقد الاجتماعي الذي نادى به فلاسفة فرنسا، صحيح. شيء آخر حببت أن أقوله عن الكتاب، الفصل النظري فيه، الفصل النظري يبدأ من حوالي يعني يغطي حوالي 100 صفحة إذا لم يكن أكثر، يعني إلى مش لم الفصلين الأول في الكتاب هو في المدارس النظرية الأوروبية التي ناقشت فكرة الدولة وتطورها المختلف. فالدولة في بريطانيا نشأت كمفهوم في زمن تاريخي واجتماعي واقتصادي مختلف عن الفكرة الفرنسية ومختلف عن الفكرة الألمانية. أنت ذكرت عزمي بشارة، أنا لما قرأت المقال هذا، لما قرأت الفصول الأولى في تذكرت كنت عزمي بشارة يفكر بهذه الطريقة، خصوصا في المدرسة الألمانية، فكان سهلا علي أن لن أصنف، يعني لن أقول أنه يعني تصغيرا أو تكبيرا لحجم المفكرين العرب، لكن فجأة تكتشف أن هناك جذور فكرية ومرجعيات نظرية فكرية لكل مفكر عربي تواجهه الآن في الثورة أو يطرح أجوبة على أسئلة الثورة. فالسؤال هو لماذا لا يكون الشاب هو هذا المفكر؟ لماذا لا يكون هذا الشاب هو المنظر؟ لماذا لا يكون لديه تكون لديه القدرة على قراءة كل هذه الكتب لكي يقول رأيه هو أيضا من موقع نظري ممتاز ويصبح كل الناس مفكرين بهذا المعنى، الشباب يعني، صحيح. وهذه هذا دور الشباب دكتور، يعني هذا إذا الشباب ما اشتغلوا على حالهم وطوروا حالهم فكريا وثقافيا ما حد راح يسأل فيهم فعلا. والحين احنا قاعدين يعني حتى كنا بنشوف دكتور عبد المنعم أبو الفتوح كان موجه وعد في برنامجه الرئاسي انه يكون نائب الرئيس شاب اقل من 45 سنة. نعم. طب يعني معنى هذا انه لازم يكون في مصر شاب قد هذه المسؤولية انه يكون نائب رئيس، معناته نعم. لازم يكون مثقف ومطلع واحد مهيئ. وهنا دور التخطيط اللي حكى عنه اخونا هشام، أكيد. يعني ما دام في تخطيط لسلف، يعني اسال نفسك ماذا تريد ان تكون انت سنة 2040، صحيح. فإذا قررت أن تكون رئيس وزراء فاشتراطات رئيس الوزراء أو المطلوب من رئيس الوزراء أن تكون لديه 1، 2، 3، 4، 5، صحيح. تستطيع أن تكتشف أن كل هذه نواقص عندك، وأن رئيس الوزراء سنة 2050 لازم يكون عنده لغة فرنسية ولغة ألمانية، هذا نقص عندك، فعليك أن تبدأ بقراءة الألمانية والفرنسية من، صحيح. الآن يعني هذه هي ضرورة التخطيط كما أفهمها. بس حابب أسمع من الكتب عودة اللي حكيت عنه اللي هو المجتمع والجير وكذا، هون في يعني هم كتابين نفس الكاتب، نعم. هو الدكتور عبد الحميد الأنصاري، نعم. كاتب باحث قطري درس دكتوراه في السياسة الشرعية، نعم. وتفرق بعد هيك ل يعني بحوث في موضوع الدولة، نعم. فالكتاب الأول العالم الإسلامي بين الشورى والديمقراطية، نعم. والثاني هو نحو مجتمع مدني. أنا بدي أبدأ بالمجتمع المدني. المجتمع المدني هو بتكلم عن اللي الحين النقطة اللي كنا بنحكي فيها، انه احنا مستحيل نقدر ننشئ دولة ديمقراطية، نعم. دولة شعبها بدون ما ننشئ في البداية مجتمع مدني، نعم. وبعد هيك هو بطرح تساؤل في كتاب بين الشورى والديمقراطية، بطرح تساؤل، احنا الحين كنا بنحكي عن موضوع الخلافة وكذا، اذا هذا كان خليفة ولا بيعة ولا الى اخره من المصطلحات اللي ورثناها من تراثنا وموروثنا الاسلامي، وبين المصطلحات اللي الحين قاعدين ناخذها بين الشورى والديمقراطية، شو نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاف. فهو بطرح مثلا الشورى شو تطبيقاتها المعاصرة، الديمقراطية كمان شو تطبيقاتها المعاصرة، عشان احنا نقدر نميز بين الاثنين، لانه ممكن في النهاية يكون الفرق بس فرق مصطلحات، نعم. والجوهر نفسه يعني هو نفس الجوهر. فبطرح بحث في يعني بحث سياسي، ما هي الشورى، ما هي الديمقراطية، شو نقاط الاتفاق، شو نقاط الاختلاف، نعم. كيف احنا ممكن يعني نستورد الديمقراطية، كيف ممكن نطبقها، واهم شرط في تطبيقها اللي هو في الكتاب
نحو مجتمع مدني هو إيجاد المجتمع المدني. لا يمكن تطبيق ديمقراطية في مجتمع مش شاعر بالمسؤولية، مش شاعر أنه هذا فعلا مجتمع مدني، مش مجتمع مش قادر يستوعب فكرة أنه أنا اللي راح أحكم حالي بحالي، أنا اللي راح أعين وأنا اللي راح أفصل وأنا اللي راح يعني أنا اللي راح أأثر في دولتي وأنا اللي راح أبني دولتي، وليس فقط الدولة هي اللي راح تبني، الدولة اللي تساعدني على أني أعيش الحياة. لا، المجتمع هو اللي راح يبني. بس أسألك، هل حل الدكتور عبد الحميد إسماعيل الأنصاري هذه المشكلة في دائما حالة المقارنة والمقاربة؟ يعني يا بتقول أنه إحنا هكذا وهم هكذا، يا بتقول أنه الشورى هي الديمقراطية وهكذا، لكن يعني بوجه جديد. صحيح، هو طرح في النهاية نقاط، يعني كيف ممكن هاي التساؤلات حول نظرية الإسلام السياسي، لكنه جواب واضح ما أعطى جواب واضح. هو بحكي أنا إحنا بنقارن بين هاي وبين هاي، وبنحكي إنه الجوهر ثابت، لكن إحنا يقينا إحنا بحاجة إلى نظام، لأنه يعني كمان هل يعني ما أتوقع إنه يكون عملي 100% إنه نستورد الديمقراطية الأوروبية بكل ما فيها، لأنه هي ولدت في ظل معين، في ظل العصور الوسطى، يعني بعد صراعات في العصور الوسطى عشان تتولد الديمقراطية. احنا هون العوامل مختلفة، حتى ربما معاكسة للي صار في للي كان بصير في الدول الأوروبية. فاحنا الحين بحاجة لأن نستفيد من التجربة الديمقراطية عشان ننتج شيء ملائم للدول العربية. نعم، هو هذا الكتاب، حيث انك تذكرت كتابين، انا بحب اذكر مجموعة كتب كثيرة حول الموضوع، لكن اهمها ايضا زيادة عن اللي تفضلت به بالدكتور عبد الحميد اسماعيل الانصاري، كتاب شامل ايضا للدكتور احمد مصلي واسمه جدلية الشورى والديمقراطية، وهو بحث موسع فيه من حوالي 200 صفحة من القطع الكبير، صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية في نفس الموضوع. ربما ليس هناك خلافات جذرية بينهما في فهم جوهر المسائل، ولا أدري لأني لم أقرأ كتاب دكتور عبد الحميد، لكن ما قرأته لكل المفكرين الإسلاميين والعرب تحديدا حول مفهوم الشورى والديمقراطية، معظمهم إن لم أقل كلهم وصلوا إلى حقيقة أن الجوهر غير مختلف والتطبيقات هي المختلفة، لكن جوهر الإسلام هو حقيقة جوهر ديمقراطي وجوهر المجتمع المدني. وهذا بذكرني بالذي قاله أيضا الطهطاوي رفاعة في زيارته لفرنسا وصدمة الحضارة إنجاز التعبير، أنه لقد رأيت فيهم إسلاما بلا مسلمين، ورأيت فينا مسلمين بلا إسلام، فكان هدفنا أن نصل إلى ما وصلوا إليه. أريد أن أسألك عن الكتاب هذا. نعم. The Decision Book. نعم. هو يجمع عدة models أو تكنيك، اللي هي طرق أساليب أو أساليب. نعم. كيف ممكن هاي الأساليب وهاي الطرق كيف ممكن تطبقها، سواء عشان تطور من نفسك، تطور من حالك، أو كيف تفهم الآخرين، المجتمع حواليك، أو كيف تقدر تأثر أو تغير في الآخرين. مثلا أحد هاي الطرق البوريتو برينسيبلز. البوريتو برينسيبل اللي هو قانون 20-80، كيف أنه 80% من الأنشطة تحقق 20% من الأهداف، و 20% من الأنشطة تحقق 80% من الأهداف. فأنت كيف ترتب أولوياتك بناء على هذا القانون. وايضا العديد من هاي القوانين كيف هي بالاخير اساليب ومبادئ تطبقها في حياتك، فهي اشياء عمليه اكثر من انها نظريه. فهذا The Decision Book. طيب، في كتاب اخر هو كيف تكتب خطه استراتيجيه، من هذه من مكتبتك بس. صحيح. شو انا حكيتها لانه لها علاقه مباشره. صحيح. صحيح. شو الفرق بينهم؟ لأنه هذه لطارق محمد السويدان. صحيح. ودكتور محمد أكرم العدلولي. أعتقد أن هذا يعني خلينا نقول وجهة نظر إسلامية. والله هذا تقديري. هذا الكتاب ما في يعني هو صحيح. دكتور طارق كان يأخذ كثير من العلوم الغربية، مثلا كتابه صناعة القائد، النظريات القيادية الحديثة، لكن فيها إسقاطات، والأمثلة اللي بجيبها هي إسقاطات إسلامية. لكن هذا الكتاب هو كتيب بسيط، يعني مش كتاب واسع. الكتاب بيحكي فيه كيف يعني كمهارة كيف تكتب خطة استراتيجية. فكرة التخطيط الاستراتيجي اللي احنا يعني قليل جدا منا بيعرفها، حتى الخبراء الاستراتيجيين مش كتار في الوطن العربي، لكن هي مهارة أساسية لازم يمتلكها أي حدا. احنا الحين كنا بنحكي شو بدك تكون والله بعد 20-30 سنة، هذا تخطيط استراتيجي. أعده العدة أكيد. المؤسسات اللي بدنا نبنيها بده يكون لها خطة استراتيجية كذا. فهو كتاب حتى فيه يعني زي فورم، زي طابع، أنه كيف
شو الخطوات يعني بالتحديد اللي بدك تكتب فيها الخطه الاستراتيجيه. عظيم. ما في طرح ديني، لكن في طرح دعوه للشباب لكي يقراوا مثل هذه الكتب. اكيد هذا كتاب. هذا كتاب من الكتب الرئيسيه. ايضا هذا الكتاب فور اورز ورك ويك، وتقريبا هو نفس الفكره ام مختلف؟ هو شوي تختلف، لكن نفس الموضوع بشكل عام، نفس المجال. هو هذا المؤلف هون ينقل تجربته الشخصيه، مؤلف كان يكتب كيف انه استطاع من انه يعمل فقط، كان يعمل 80 ساعه في الاسبوع. نعم. ويحصل على 40,000 دولار في السنه، والان اصبح فقط يعمل 4 ساعات في الاسبوع ويحصل على 40,000 دولار في الشهر. نعم. فهو هون مفهوم الكاتب نفسه للسعاده هو انه كيف تكون دائما انت مشغول دائما، وتعمل كل شيء نفسك تحققه في حياتك، سواء من رياضه، سواء من سفر، سواء فمفهوم انه انت تعمل 40 سنه او 50 سنه بالاخير تطلع تقاعد، تكون انت كثير في سن التقاعد مش حتقدر تحقق كل الاشياء اللي ممكن تعملها وانت صغير. نعم. فهون مفهوم، فهون نظرتك للحياة مفروض تختلف، ترتيب أولوياتك في الحياة. هل أنت فعلا حابب تقضي كل عمرك تعمل بالشيء اللي أنت بتعمله الآن ولا لا؟ فهون نظرة تانية لكيف ترتيب أولوياتك، وكيف جميل نظرة إلى حياتك بالأخير، كيف تقيم حياتك. أيضا من كتبك أنت فلسفة التاريخ، الفكر الاستراتيجي في فهم التاريخ، هو للدكتور دكتور جاسم سلطان. جاسم سلطان هو، بس أنا من ذاكرتي أنه هو أخذ مالك بن نبي. كلي عن الكتاب. صحيح. هو في آخر جزء منه بتكلم فيه عن مالك بن نبي. لكن هذا الكتاب في تجربة جميلة صارت يعني مع هذا الكتاب. هي أنه هو في هذا الكتاب بتكلم مثلا عن ماركس، بتكلم عن هيجل، بتكلم عن أسماء كل ثقافتي عنها كانت في المدرسة، إنه هذول الكذا الكذا اللي بيعملوا اللادينيين إلى آخره. بعدها قرأت عنها في هذا الكتاب، قرأت نظرة يعني على يعني تسليط الضوء على الجوانب المشرقة. وبيحكي ماشي، إحنا يعني صحيح بنختلف معهم كثيرا، لكن في جوانب مشرقة ولازم نستفيد من تجربتهم. والجميل بعد هيك إنه في دراستي للإعلام درست عن ماركس وبدايته كصحفي، ودرسنا نظريات ماركس في الإعلام وإلى آخره. وفعلا الواحد بلاقي أنه يا جماعة الفكر التنويري اللي إحنا بدنا إياه في الوطن العربي هو أنك تأخذ من الشرق ومن الغرب ومن الشمال ومن الجنوب، من اليساري ومن الليبرالي ومن الإسلامي ومن من الماركسي، لأنه الجميع تجارب إنسانية وإحنا نحسن الظن في الجميع. الكل كان يعني ماركس كان بده يطور وبده يعمل وبده يأثر وبده يغير، لأنه ما كان مقتنع بالواقع اللي كان هو المشكلة فيه. أعتقد أنه هو أن نفهمهم الفهم الصحيح. صحيح. أن تدخل هذا العالم، أن تدخل هذا العالم وأن تمضي في فهمه، ثم تقول لا هذا لا يلزمني. صحيح. دون أن تميل أو تستند إلى رأي شخص آخر، ربما يكون فقيه أو عالم أو شيخ دين أو أستاذ أو جامعي إلى آخره، لكن هذا ليس من حقه أن يقول لك لا تقرأ هذا الكتاب، اقرأه. صحيح. ثم قل أنك مع أو ضد، لأن صحيح. لكل عالم من هؤلاء العلماء مدام لهم تأثيرهم في العالم، يعني فهم الناس لماركس المغلوط أنه هو كأنه ضد الدين، وماركس عمره ما كتب ضد الدين. صحيح. ماركس اشتغل على قضية رئيسية، كيفية عمل الرأسمالية، آلية عمل الرأسمالية. لا تستطيع أنت كعالم اقتصاد أن تلقي به خارجا لأنه ماركس وأنه كافر. هو لا كافر ولا هو ولم يناقش القضية الدينية، ومسك عليه قصة الدين أفيون الشعوب، مع أنه نفسه الرجل كتب الدين صرخة الضمير. يعني لماذا نأخذ هذه وننسى ذلك؟ يعني القضية ليست قضية الكفر والإيمان، القضية قضية عالم في حقله، عالم في حقل معرفة، تجربة إنسانية جبارة. تمام. وتجربة لا يمكن إنسانية استهان فيها عظيم. يعني أكيد تجربة إنسانية تستند إليها. صحيح. نعم. وكمان الظرف اللي عاش فيه واللي يعني ولد فعلا تجربة يمكن الواحد يستفيد منها. أحببت أيضا عندك كتاب مكانة الموسيقى في الحضارة الإسلامية، دكتور مصالح محمد صالح المهدي. صحيح. هذا عن مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي في لندن. صحيح. صدر عام 2002. هو طبعا الدكتور هو موسيقار كبير. نعم. لكن هو الجانب اللي أنا بدي أشير له في هذا الكتاب هو الجانب الفني اللي إحنا بنظلمه. نعم. للأسف اللي إحنا. نعم. مش معطينه حقه الكامل. الكتاب بيحكي عن مكانة الموسيقى في الحضارة الإسلامية والعلماء والموسيقيين، يعني من العلماء الموسيقيين زي ابن سينا، الفارابي، أبو بكر الرازي كذا، وحتى من الخلفاء اللي كانوا في يعني أخو هارون الرشيد كان من الخلفاء اللي عززوا مفهوم الموسيقى واللي اهتموا كتير بموضوع الموسيقى. فموضوع الموسيقى وموضوع الفنون نفسها، يعني الموسيقى كمثال من أمثلة الفنون، الفنون التشكيلية، فنون النحت، فنون الرسم، فنون المسرح إلى آخره، من الفنون اللي إحنا فعلا محتاجين نسلط الضوء عليها ونعرف كيف نتذوقها، من الفنون الأدبية اللي شفنا هشام بيحكي عن الرواية والرواية والكتابات والشعر وكذا. فهي من الفنون اللي الواحد فعلا لازم يتطلع عليها نظرة، يعني نظرة إنسانية.
بعيدا عن يعني كل المسميات التانية، لكن محتاجين ان ننقل لثقافتنا ومحتاجين ان نمارس كمان يعني بشكل كبير من الفنون. تعرف انا يعني احببت ايضا ان احط مساهمتي ايضا في الكتابين، الاول عن الدولة العربية والثاني عن النهضة والحداثة بين الارتباك والاخفاق. الكتاب هو للأستاذ حسين العودات، وهو باحث سوري وله العديد من الدراسات والعديد من المقالات وله العديد من المواقف السياسية الآن في مناصرة المطالب الديمقراطية للثورة السورية. والدكتور حسين، أنا اخترت هذا الكتاب لسبب بسيط، هو أن هناك نقاش طويل في النهضة والحداثة في العالم العربي، سؤال بقي مضى عليه الآن حوالي 150 أو 200 سنة إذا لم يكن، وما زالت الأسئلة هي نفس الأسئلة كما يتفق على ذلك كل العلماء. لكن ميزة هذا الكتاب أنه بحث تاريخي متسلسل لأهم التيارات والمدارس، وخصوصا في القضايا الأساسية التي هي ما معنى النهضة العربية وكيف فهمت الحداثة، وهي سؤال كبير عليها، وهناك آلاف مؤلفة من الشباب من التيارات الإسلامية الذين يضعون إكس على الحداثة مجرد أن تذكر الاسم، يعني لا يكلف خاطره لمعرفة العلم كعلم، ما هي تعريفاتها التاريخية أصولها إلى آخره قبل أن يحسم النقاش منها. ثم عن العلمانية، وهي أيضا مسألة خطيرة في فهم الواقع الحقيقي الآن، أقولها خطيرة لأنه أستطيع أن أتلمس ما معنى العلماني المسلم التركي، يعني كيف توافق الزمان على أنه يمكن أن يكون هناك علماني بالمعنى التركي الإسلامي ولا نستطيع ذلك بالمعنى العربي، كيف ما هي العلمانية إذن بالمعنى الذي يمكن أن يكون فيه الشاب المسلم، ما معنى العلمانية في الإطار الإسلامي. هذه مسألة بحثية فكرية تريح فيما لو وصلنا إليها نتاجا فكريا، ستريح بناء شخصيتك النفسية كشاب يأمل في الوصول إلى قناعات فكرية. فطبعا يتطرق للمصطلح والمضمون، علاقة الدين بالدولة، العلمانية والتيارات الفكرية الغربية، ثم العلمانية والتيارات الفكرية العربية، ثم العلمانية والنقاش الديني الدائر حاليا. ثم في فصل خامس هو الديمقراطية، ما هو مفهومها، ما هو علاقتها بالحركات الإسلامية، بالمجتمعات الغربية، بالمجتمعات العربية ومتغيرات المجتمعات العربية. ثم الإشكالية التي نعيشها الآن والتي يواجهها كل الشباب وكل حتى الكهول، إشكالية الوطن العربي بين القومية والدولة والإسلام في الثقافة العربية. لأن السؤال الآن مطروح، يعني هي دولة إسلامية أم دولة قومية، وكأن صراع قومي إسلامي، والقضية أعتقد أنها يعني هنا مبهمة ستزيد تعقيد الأمور دون حلها. ما معنى القومي، ما معنى الإسلامي، وأين يقع التناقض بينهما إذا كان هناك من تناقض، وخصوصا أن القرآن قرآن لسان عربي، يعني فهم إذا صحيح. إذا بدأنا من هذا. وحيث أنك ذكرت الموسيقى، أنا أحببت أن أذكر أيضا الأفلام، وعندي ثلاث أفلام أحببت، لأنه وكما قلنا عن فيلم الذي فاز في جائزة كان حول برلسكوني، فهذه ثلاث أفلام ربما في زمن صدورها مختلف، يعني شيء منها قديم وشيء منها جديد، لكن لها علاقة مباشرة بما يجري في العالم العربي. واحد منها هو دانتون. دانتون هو لنقول أنه زعيم الثورة الفرنسية أو أب الثورة الفرنسية، وهو روحها ومعناها، وهو الرجل الذي امتلك المعنى الجوهري للثورة. لكن هذا الرجل هو في نفس الوقت الضحية للثورة حين بدأت الثورة فيما يعرف بأن الثورة تأكل أبنائها. في التناقض بين الرجل الثوري ورجل الدولة، بين دانتون وبين روبسبير. روبسبير رجل يريد أن يبني الدولة، ودانتون يريد أن يبني الثورة، ثم وقع الخلاف التاريخي. لكن المشكلة أن كيف تم إقناع المجلس النيابي التأسيسي الدستوري للتصويت ضد دانتون؟ الإخراج هو لأندري وايدا. أندري وايدا أهم واحد من أهم خمس مخرجين في العالم، المخرج البولندي المعروف أندري وايدا. الفيلم الثاني هو Man of All Seasons، وهو يبحث عن السير توماس مور الذي كان كاثوليكيا في زمن إدوارد الثامن، وأراد تغيير الكنيسة طبعا إدوارد إلى البروتستانتية، وكان الكلام دائرا حول هذه القضية عبر الموافقة على زواج إدوارد الثامن من تطليق زوجته الإسبانية الأصل والزواج من امرأة ثانية. وهذا الرجل الذي هو كان راعي الكنيسة
رفض الإدلاء بصوته وبقي صامتا، صامتا لأنه رجل المواقف، بغض النظر أنت مع الكاثوليك أو مع البروتستانت مع هذا الدين أو ذلك الدين، لكن الرجل كموقف صاحب قضية صمته كما يسمونه كان يدوي، وهو تعبير جميل، صمته دوى في أوروبا كلها. الفيلم الثالث الذي أحببت أن أحكي عنه هو أجورا. أجورا هي الساحة، ساحة المدينة. هل قرأت رواية يوسف زيدان عزازيل؟ نعم قرأتها. هذه أجورا هي رواية عزازيل لكن باللغة الأجنبية من وجهة نظر ثانية. أجورا يوسف عزازيل يتحدث عن الصراع الدائر بين القوى المسيحية الشابة طالعة جديدا التي أدمرت الإسكندرية ومكتبة الإسكندرية ضد التاريخ القديم، طبعا في وحشية الأصولية في عدوانها في هذا الشباب الهائج الذي يمكن أن يقتل يأكل الأخضر واليابس دون وعي. أجورا هي الحكمة والعقل، ربما هي هبيتا الفيلسوفة التي كانت تعمل على نظرية مهمة حول دوران الشمس حول الأرض أو دوران الأرض حول الشمس، وهي قضية مركزية في ذلك الزمان، لكنها أيضا كشفت عن كيف يمكن أن تكون هي أولى ضحايا المرحلة الجديدة التي لا نريد من الشباب العربي وشباب الثوري أن يكون فيها. هو شباب العقل والحرية، هو شباب الوعي، وهو شباب النضج العقلي، وهو شباب الرؤى والخطة الاستراتيجية التي طرحتها، وهو شباب الاستعداد لمستقبل يتطلب منا الآن أن نكون مستعدين بشروط مضيئة. أشكركم.